السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال. هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا هاد الكوزات اولا زواق ديال البريد على الكوزه. غادي نبدا معكم هذه اللي باقا ما مزوقهاش. غادي نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني عندي 11 على 11 هي 22. عندي 22 عوينه في هاد الكوزه هذه. غادي نوحل الخيط هنايا في شي غرزه من هاد الكوزه هذه، وغادي نجي نبدا منها من الراس من هاد الغرزه الاولى اللي على هاد العوينه ديال الطراس ديال هاد الكوزه هذه. غنحسب 1 2 3 4 5. غادي نحسب 5 ديال العوينات، 1 2 3 4 5. غندخل في الخامسه، غادي نحسب 1 2 3 4، يعني الخامسه اللي دخلت فيها، و 4 اللي غادي نحسب. غادي ندخل في هذه اللي في الراس، وغادي نرجع في نفس البلاصه، ها هي في نفس البلاصه، تقدروا ما تخرجوش الخيط. المهم انا غنوريكم جوج طرق انا كيفاش كنخدم، وكل وحده تخدم بالطريقه اللي ارتحت فيها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. شوفي كي غندير، ما تزيروا لا يديكم لا حاجه، جروا غير بشويه. ها هو، وبداو تدوروا هكا، بداو تدوروا وتهبطوا، دوروا وتهبطوا، دوروا وهبطوا. او ما هما راسهم كيبقاو يدوروا كيهبطوا كيتقادوا. كنعاود ندخل في نفس الغرزه اللي دخلت فيها المره الاولى. غادي دابا هذه الاولى اللي درت، غادي نحسب 1 2، غنجي لهاد الثانيه، هذه الغرزه هذه الثانيه غادي ندخل فيها. غادي نجي لهنا لهاد الغرزه هذه غنحسب 1، يعني مباشره هذه اللي من بعد منها غادي ندخل فيها. هنا كنحسب 1 والثانيه اللي كندخل فيها، وهذه مباشره كندخل في اللي من موراها. غادي نخرج هنايا. بالنسبه للطريقه الاولى انا خرجت البره، عاد بقيت كنلوي على الخيط. نتوما تقدروا هكا بهذه الطريقه هذه، يعني تخرجوا الراس ديال البره وتبداو تلويو عليه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وتشدوا هكا بصبعكم، يعني ما تخليهمش يتبعوكم، كتشدوهم ها كتبداو تسلوهم من البره بشويه. هنا واخا يتراكبوا لكم تقدروا تقادوهم هكا، كتبداو بحال كتبرموا بصبعكم، كتبرموا وكتهبطوا، كتبرموا وكتهبطوا، نتوما كتجروا هذا الخيط هذا بيديكم. كنعاود ندخل في نفس الغرزه، كنجي للجهه الثانيه، كنحسب ثاني 1 2، ولكن هنا كندخل في نفس الغرزه اللي خدمت فيها هذه. كنعاود نرجع لنفس البلاصه وكنبدا ندور على الابره. 1 2 3 4، 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش، وكنبقى شادة كنسلهم بشوية من البرا. هاهما كيفاش كيبقاو، تنبدا نبرمهم وكنجر الخيط. كندخل في نفس الغرزه، هاد الاولى هادي كنخدموها في غرزه بوحدها، ولكن هاد الجوج هنا كنخدموا وحده من هنا وحده من هنا، ولكن هنا كندخلوه في نفس الغرزه، يعني كنخدموا في غرزه وحده. دابا غادي ندوز للثانيه اولا الثالثه، غادي ننقص غرزه وغنجي لهادي. غادي نجي مباشره اللي من مورا هادي، يعني هنايا ما غاديش ننقص. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش، كندخلو في نفس الغرزة. كنمشي للجهة الثانية الثاني، كننقز هذه وكنخدم في هذه. ولكن هنا كنخدم في نفس الغرزة. هنا انا خرجت الخيط باش نوريكم الطريقه ديال، تقدروا تخدموا بالبرا وهي باقا لداخل وتقدروا تخرجوها. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش، شو نفس الطريقة. كيتخسر الخيط ما كيتعكرش ما شي حاجة، خاصكم غير ضبطوا الخدمة وصافي. بالنسبة للخيط هنايا أنا برمتو على أربعة لحقاش خدمت على ثلاثة ديال الشعرات. ثاني بنفس الطريقة غادي نجي للثالثة، خدمت واحد جوج، هذه دابا الثالثه، الثاني غنقص غرزه وغنخدم في الثانيه. هنايا ثاني ما غاديش ننقص، غادي نخدم نيشان هنا.
فاش كنساليو كنقلبو كنعقدو مزيان باش ما يتحلش لنا هذاك الخيط. صافي تنقطعوه. انا غادي نكملهم بربعه وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. هادو هي الجوزه من بعد ما كملتها كيفاش كتجي. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه وتطبقوه ايضا، ويجيكم هاد خدمه البريد اولا الخدمه ديال الدويدات تجيكم سهله. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله.